نرحب فيكم مشاهدينا وحياكم الله معنا في برنامج ترندز وجولة جديدة معتادة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي. البداية مشاهدينا من حساب مركز التواصل الحكومي في تويتر، ورصدنا هذا الفيديو اللي من خلاله يظهر العقيد الحقوقي صلاح الشطي مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية موضحا آلية التقييد في الجداول الانتخابية وأيضا الاعتراض عليها. أشوف معكم التفاصيل على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصدور مرسوم بقانون 5/2022 الصادر في 17/8/2022 وفق المادة الثانية من المرسوم المشار إليه بإضافة بعض المواد على القانون رقم 35/67 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، فقد نصت المادة 7 مكرر بأن تقوم الهيئة العامة للمعارف المدنية بتزويد إدارة شؤون الانتخابات بأسماء جميع الكويتيين من تتوافر فيهم الصفات لتولي حقوقهم الانتخابية خلال يومين من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه. وعلى أثر ذلك وفق المادة 8 مكرر من المرسوم المشار إليه قامت إدارة شؤون الانتخابات بتقييد جميع الكويتيين من تتوافر فيهم الصفات لتولي حقوقهم الانتخابية، وبعد ذلك قامت الإدارة بنشر تلك الأسماء في جريدة الكويت اليوم خلال يوم من تاريخ تسلمها لتلك الكشوف حسب ما استلمتها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية. كذلك أحب أوضح بأن وفق المادة 9 من مرسوم بقانون المشار إليه تعرض الجداول الانتخابية في الدوائر الانتخابية الخمس مرتبة حسب حروف الهجاء في أماكن بارزة في مخافر الشرطة، بإمكان جميع الناخبين التوجه لتلك المخافر بعدد 61 مخفر في مختلف الدوائر الخمس للاطلاع والتأكد من وجود أسماءهم في تلك الجداول. بموجب المادة 9 مكرر من مرسوم بقانون المشار إليه استثناء من أحكام المواد 10 و11 و12 و13 و14 و15، يحق لكل كويتي مقيم في الدار الانتخابية أن يطلب الاعتراض على قرارات إدارة شؤون الانتخابات بعد أن قامت بنشر الجداول الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ النشر، بأن يتجه لإدارة شؤون الانتخابات ليقدم طلب الاعتراض. وكذلك إدارة شؤون الانتخابات سوف تقوم بالفصل في تلك الطلبات خلال 24 ساعة من تاريخ استلامها لتلك الطلبات، كذا وسوف تنشر قرارات الإدارة في مخافر الشرطة وكذلك في الجريدة الرسمية. وبعد 24 ساعة من نشر تلك القرارات يحق لكل ذي شأن أن يطلب إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة، فسوف تقوم طبعا المحكمة المختصة باستلام الطلب ومن ثم الفصل فيه في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديم طلب الطعن. ومن يحق له الانتخاب والمشاركة في العملية الانتخابية بالتصويت كل من بلغ في يوم الانتخاب من العمر 21 سنة ميلادية. تحت شعار وحملة وهاشتاغ لا تقترب منها جملة وتفصيلا، انشرت وزارة الإعلام عبر حسابها في تويتر فيديو توعوي للابتعاد عن طريق المخدرات، والله يحمي شبابنا وبناتنا من هذه الآفات. وأنا صغير كنت في عالم، وأهلي بعالم ثاني بعاد عني وما يفهموني. لما كبرت ما لقيت اللي يفهم، ما لقيت. تعرفت على شلة كنت أعتقد أنها بتنسيني همي وتقربني من أهلي، لكن يوم بعد يوم أدمنت معاهم على مواد مخدرة ونسيت فيها نفسي وخسرت كل شيء بحياتي حتى أهلي. أرجع أغرق وأبي أحد يساعدني. أما عن آخر مشاريع الهيئة العامة للبيئة، ورصدنا هذا المقطع حول انطلاق المشروع الوطني لتتبع السلاحف البحرية بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، ولتفاصيل أكثر نشوف هذا الفيديو من حساب الهيئة في منصة تويتر. متواجدين اليوم في جزيرة قارو، وذلك لإطلاق السلاحف التي تم
تأهيلها بالتعاون مع كافة الجهات منهم المركز العلمي مؤسسة كويت التقدم العلمي، فريق عدسة البيئة، فريق سنيار، غفر السواحل، وايضا جامعة الكويت. اليوم تضافرت الجهود لاطلاق هذه السلاحف، ركبنا عليها الجي بي اسات اليوم عشان نعرف اماكن تنقلها، وايضا حماية موائلها الطبيعية من اي تدخل سواء بشري او ايضا التغيرات المناخية اللي قاعد تصير دوليا. دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي هو توفير الدعم للمشاريع البحثية، ودورنا في هذا المشروع مع السلاحف بالذات هو دعم رصد السلاحف وحركتها عشان نعرف مواقع هجرتها والمواقع اللي يكون فيها تهديد لهذا النوع من الكائنات الحية. نأمل أن هذا المشروع يوفر بيانات ومعلومات تستخدم في أبحاث الحفاظ على التنوع البيولوجي في دولة الكويت. لله الحمد، اليوم فريق عدسة البيئة يكمل مسيرة الدراسات العلمية اللي نسويها كفريق تطوعي. ضفنا على هذه الدراسة دراسة جدا مهمة لدراسة السلاحف، حطينا جي بي اس بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الكويت التقدم العلمي. جزيرة قارو تواجه تحديات كبيرة، خصوصا الأعشاش الخاصة في السلاحف بدت تقل أعدادها، وهذا الشيء طبعا راح يسبب إلى انقراضها من الجزيرة. نشكر الجهات على دعمها ومشاركتها، وإن شاء الله نتكاتف لبيئة أفضل. تحت شعار صيفكم بارد، نشرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها في منصة تويتر فيديو لممارسة نشاط تعليم مهارات التزلج للأطفال. راح نشوف معاكم مقطع منها على الشاشة. قطرة دم تساوي حياة. تحت هذا الهاشتاج نشر بنك الدم الكويتي فيديو توضيحي عن طريقة تواصل فصائل الدم، وأن نقطة دم صغيرة تساوي قيمة كبيرة. خبرنا القادم عن إنجاز جديد لأبطال الكويت للرماية بعد ما تصدر الرامي ناصر المقلد التصنيف الآسيوي لرماية التراب، يليه الرامي عبد الرحمن الفيحان في المركز الرابع. أما المركز السابع كان من نصيب طلال الرشيدي. أشوف معكم جانب من هذه التداولات عبر صفحات التواصل الاجتماعي. We'll be right back.
فيديوهات صغار الباندا دائما تشد المتابعين بعفويتهم اللي دائما تاخذ حيز كبير في منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال هذا الفيديو اللي رصدناه راح نشوف شنو يحتاج الباندا لحظة سقوطه. الخبر الأخير راح يكون من مدينة شنغهاي الصينية اللي أطفأت أنوار المدينة في محاولة لتوفير الطاقة. شوفوا معكم هذا الفيديو من حساب CNBC عربية في منصة تويتر. وصلنا معكم لختام برنامج ترانز، ونلقاكم باكر على خير بنفس هذا الموعد، ومع السلامة.